من سيد الشامي الشيخ صادق الأحمر قال إنه مستعد لوقف إطلاق النار في حال التزم الرئيس اليمني بوقف إطلاق النار. يعني كيف ينظر إلى هذا التصريح المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن؟ مطلب الرئيس علي عبد الله صالح ومطلب المؤتمر الشعبي العام وكافة القوى الخيرة بالبلاد أن يتم الابتعاد عن اللجوء من ممارسة مثل هذا الأساليب. من مصلحة من أن يتم قصف المؤسسات الحكومية ووكالة الأنباء اليمنية سبأ؟ من مصلحة من أن يتم قتل المواطنين وتهديم بيوتهم؟ من مصلحة من أن يتم احتلال مؤسسات الدولة والوزارات ويتم التباهي بأن هذا مصر وأنه تم احتلال هذه الوزارات وأنه سيتم احتلال الوزارة الأخرى؟ ليس من حق أي كان أن ينصب نفسه دولة داخل الدولة. على الجميع أن يلتزم بالقانون، أن يلتزم، هناك دولة، هناك قوانين، هناك مؤسسات دستورية. بالتالي من يخرج عن هذه الأسس والمبادئ ومن يخرج عن الدولة لا بد أن ينال عقابه. أيضا أنا أرضى من نفسي أن أخوض في نفس الحديث الذي يخوض فيه والمصطلحات التي يتناولها الشيخ صادق عبد الله بإطلاقها على رئيس الجمهورية. هذا رئيس منتخب، هذا رئيس شعب، هذا رئيس دولة، يجب أن يكون. طب إذا أنت تحدثت عن المقار الحكومية التي استهدفت، ولكن هناك مقار أيضا استهدفت من قبل القوات الحكومية التابعة للرئيس صالح سيد طارق الشامي. ما هي هذا المقر الذي استهدفت؟ نحن نعاني في وكالة الأنباء اليمنية تم قصفها وكأن هذه الوكالة عدو وكأنها كيان إسرائيلي. تم استهداف صحفيات وصحفيين ومحاصرتهم داخل هذا المبنى وكأنهم أعداء للعروبة والإسلام. هذا أمر لا يبيحه عرف ولا قانون ولا كيان. بالتالي يجب أن يكون هناك نوع من التعدد. طيب هذا فرد لما يحصل من قبل الطرفين برأيك، ولكن سيد طارق الشامي الآن ما هو المخرج؟ هل ستستمر هذه الاشتباكات والمواجهات بين الطرفين والتي قد تغير مسار الثورة بالنسبة للثوار، وأيضا قد تغير مسار حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن ومسار الرئيس علي عبد الله صالح أيضا؟ أولا أنا أتمنى من الأخوة في قناة الجزيرة أن يكونوا فعلا قناة إعلامية مسؤولة. لا يتم حشد الثوار والشباب في مثل هذا الأمر. هناك الآن اعتداء على وزارات، على مؤسسات دولة، على انتهاك لحرمات دولة، انتهاك يعني حقوق مواطنين يتم قتلهم. بالتالي المخرج هو في دعوة رئيس الجمهورية التي أطلقها قبل أمس بأن يتم الانسحاب من المؤسسات الحكومية التي تم السيطرة عليها، وأن يقوموا بتسليم القتلة إلى السلطات الأمنية، وأن يتم فعلا الالتزام بوقف الهجوم والاعتداء على المواطنين والمؤسسات الحكومية. وكذلك الرئيس في توجيهه وفي دعوته أيضا وجه الأجهزة الأمنية بضبط النفس وبالتحلي بالحكمة وعدم الانجرام مثل هذه الأعمال. لا تزال هناك فرصة في أن يتم فعلا تسليم الجناه إلى السلطات الرسمية، وأن لا تجري التحقيقات والنيابة تتولى التحقيقات وإحالة من قاموا بهذه الأعمال إلى القضاء. أما أن يتم إقحام الشباب أو في هذه الأعمال هذا أمر مرفوض على الإطلاق. هناك قضايا جنائية ارتكبت، هناك تمرد على مؤسسة الدولة، هناك احتلال لوزارة سيادية يتم التباهي بذلك. نحن الدولة ليست لديها أي استهداف سواء أولاد الشيخ عبد الله بن حسين عمر أو غيره، ولكن من يخرج على الدولة ومن يخرج على الشرعية ومن يرفع السلاح في وجه الدولة، من واجب الدولة أن تكون ممارسة الدولة كما مارسته في آل الحوثيين في صعدة وعلى الخارجية على القانون أينما وجدوا. وبالتالي هذا واجب، نعم، واجب شرعي على الدولة ودستوري يجب أن تكون. وصلت وجهة نظرك السيد طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك.